ليه دايما الانسان على ذكر؟ زي ما قلنا في حركه الشيطان، اذا ذكر الانسان خنس الشيطان. بيت تقرا فيه البقره بيت صفر من الشيطان، مش ممكن يكون فيه شيطان في بيت فيه البقره. لكن لما راجل طول حياته نكد مع زوجته، والمراه والعياذ بالله غير امينه على مال زوجها، يا اخي اللي مش عايز الشياطين، ما الشياطين موجودين اصلا، شياطين ليه؟ هم انفسهم شياطين. ده هو اداهم وكاله معتمده عند كاتب ظلم وليس عند كاتب عدل، وخلاص بقى مشوا الموضوع. يعني التعامل مع الجن في مثل هذه الامور يدخل الاثنين النار والعياذ بالله، لان هو انفصل عن كتاب الله عز وجل. يا اخي الجن المؤمن مشغول بعباده الله. المسلم الذي يذهب الى من يتعامل مع الجن؟ لا 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 لا، انت تذهب الى كتاب الله، اقرا البقره بفضل الله عز وجل يذهب ما بك. اما واحد عنده عقد نفسيه، واحد عنده امراض، المشكله في اليد يا مولانا، وماله؟ يطهر يده. اين يده؟ يطهر يده يكثر من الذكر، يتوب الى الله، يؤوب الى رب العباد، يستقيم على طريق الله، يعمل خير، يخلي الصالحين يدعوا له، اخوانه في المسجد يدعوا له. لما كان ابن عمر كل ليله الجمعه يختم القران، كان يجمع اليتامى والصبيان الحي ويقول امنوا على دعاء عمكم فان دعاءكم مستجاب. ابو ايوب الله يرضى عليه السختياني كان في مصر في عصر تابع التابعين، فكان له جار فاسق فاجر سبحان الله، فمات. قال يا ابو ايوب تعالى صل على الرجل. نعم. قال له ابو ايوب نعم. فراح صلى على الرجل ودفنه. جاء الرجل في الرؤيا لابي ايوب، وجد يرتع في الجنه، قامت القيامه في الرؤيا عند ابي ايوب. ما الذي جاء بك إلى هنا؟ قال يا أبي أيوب لو أنت كنت من الذين يملكون رحمة ربي إذا لأمسكت خشية الإنفاق. يا سلام. فأبو أيوب صح من الرؤيا، خب طرق وخد زوجته وطرق على باب يسأل الزوجة من خلف الباب، زوجك يعني كان كما كنت ترى، لكنه كان كل ليلة جمعة يجمع يتامى الحي ويطعمهم بيده ويمسح على رؤوسهم ويقول ادعوا لعمكم عسى أن يتوب الله عليه. يا سلام. لا تستقل عمل خير ابدا. سبحان الله. شفت كلمه